بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كيف ترد على من يقول الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ حكم من يقول الله خلق الخلق فمن خلق الله التكفير قطعا، لأنه نسب إلى الله تعالى العدم قبل الوجود، ولا يقال ذلك إلا في الحوادث أي المخلوقات. فالله تعالى واجب الوجود، أي لا يتصور في العقل عدمه، فليس وجوده كوجودنا الحادث، لأن وجودنا بإيجاده تعالى. وكل ما سوى الله جائز الوجود، أي يمكن عقلا وجوده بعد عدم وإعدامه بعد وجوده بالنظر لذاته في حكم العقل. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. بسم الله.